هجمة الآن لصالح فريق سريع وهجمة خطيرة جدا، أوه خطيرة جدا هذه المحاولة، أبرز محاولة. ديارة عبد الله لم يكن في كامل التوفيق من خلال هذه المحاولة الأخيرة بعد ما تلقت. نشاهدوا الآن هشام العروي مرر في اتجاه الشعواني، الشعواني مرر بشكل جيد في اتجاه ديارة، لكن ديارة مضايقة عبد الواحد الشخصي أثرت عليه، المضايقة في إطار زيدا ما مشاتش بعيد، التعادل في مباراة شباب الريف الحسيني والدفاع الحسني الجديد. إبراهيم البحري يعدل، إذا الكرة عالية، مصطفى اليوسفي يرفع الكرة جيدة وخروج جيد لمحمد عقيد. تعود الآن لمعاوية عبد الغني اتجاه اليوسفي، كرة عالية وتدخل عقيد محمد. دقيقة واحدة وقت بدل دقائق، سنتابع معاوية عبد الغني وخروج جيد لعقيد. لوفنبو الآن شنو غادي يعمل، ولكن تدخل لوفنبو. تعود بسرعة الآن لفريق سريع واتزم، البحث الآن تمريرة في العمق خطيرة جدا، وياسين الحد، يتدخل بشكل جيد. سنتابع، خطيرة جدا، أوه هذه محاولة حقيقية للتسجيل، نتابع. إبراهيم البسغودي مرر بشكل جيد، توغل ممتاز للوفنبونزيغا، لكن المرة الأخرى دائما لصالح فريق. نتابع تسديدة، كانت ممتازة. عقيد يتدخل، إذا تونغرا تسديدة كانت ممتازة وتدخل ياسين الحاد. إذا مشاهدينا الكرام نتابع الأنادي الركنية، وسنتابع الآن هذه المحاولة، ضغط وتدخل جيد للحارس عقيد في الإبعاد، وطويل الآن يبحث عن التسديد، يسدده، تسديدة مرت جانبا اللاعب عبد المنعم بوطويل. قدير متفوق بهدف لصفر، خطيرة جدا، هذه المحاولة. أريس من خلال هذه المحاولة كاد أن يشكل خطورة حقيقية. العروي مرر وحريس لم يكن موفق في وسط الميدان، كرة أمامية خطيرة جدا وتضيع هذه المحاولة، إبراهيم البسغودي، كرة المباراة. محمد كمال رفع بطريقة جيدة، وعقيد اليوسفي وهي في اتجاه كمال يسدد. ضغط لحظات لفريق الجيش الملكي زينجا، والحكم يقول ضربة مرمى.